طيب واحد يجي يسالنا انتوا ما عندكوش بطولات غير في كره القدم، نقول له لا البطولات مش بس في كره القدم، ده احنا كمان الحمد لله عندنا جهد كبير جدا بنبذله او بتبذله كمان اداره النادي وفرقه المختلفه. خلينا نروح نشوف تقرير عن بطولات الالعاب الاخرى بالنادي ونرجع نكمل. الأهلي يختتم عام 2020 بحصد العديد من البطولات في الألعاب الأخرى وفرض سيطرته على منصات التتويج كالعادة رغم الظروف الصعبة والتي مرت بالعالم كله بسبب جائحة كورونا. ففي الكرة الطائرة في النادي الأهلي حسم فريق الرجال ألقاب الدوري والكأس، كما حسمت سيدات الكرة الطائرة لقب الدوري مبكرة. وفي السلة توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي ببطولة الدوري، كما نجح أيضا فريق ناشئات السلة تحت 16 سنة بالنادي في حسم لقب بطولة دوري المرتبط. وإلى ألعاب القوى، حيث حقق فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي المركز الأول في بطولة الجمهورية رجال وسيدات بعد حصد 53 ميدالية متنوعة، ليتمكن الأهلي من تحقيق المركز الأول في الترتيب العام للبطولة. وعن تنس الطاولة، فقد حصد فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي على المركز الأول في بطولة الجمهورية رجال وسيدات. وفي التنس الأرضي، نجح فريق عمومي رجال التنس الأرضي بالنادي في حصد لقب الدوري، فيما حقق فريق سيدات الأهلي المركز الثاني في بطولة الدوري. وأخيرا في كرة الماء، توج فريق الأهلي 2005 ببطولة الجمهورية، وتوج الفريق الأول ببطولة كأس مصر موسم 2019-2020، ليكون عام 2020 رغم الصعوبات عام البطولات في القلعة الحمراء.